اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى مسلاح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوم الشهيد مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المضربين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسرار السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور لا نور من نور لا نور من نور لا يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.